موقف محرج تعرضتيه؟ موقف محرج لا عارفة تبتسم. مش عارفة أقول إيه ولا إيه. موقف محرج كتير. قولي أقوى حاجة فيه. قولي أقوى حاجة فيه. أكثر موقف محرج فاش كنت صغيرة كان عندي واحد الأستاذ فرنسي فرنساوي ما نقدرش نقول لكم شحال كان كيعذبني شحال زعما كان كي كي كيجيب لي الله بحال ظالمني مثل ما ظلم يعني ما حتجملهمش انا يعني تصور كان من النوع اللي يعني كقصيده مثلا من الفرنسي وكنعاودوها بزاف انا اكثر شخص كنت بعيد يعني كان مظلمك يعني كده مش عارفه لي كده كان مستقصدك أيوة. سؤال بسيط لي من نظره حنان كلكم ركزتوا معاها كيفاش قاعده لانه حنان نظره حنان كلشي دارها كيفاش قاعدينكم انتم انا زين معاك بس نقول لي ايه بقى على يا صح حبيبي مش احنا اللي بنركز على سير على الله سير هي كانت مش مركزه ما كانت تحكي يا رفيع وانت كنت تحكي خلينا كنت يلا ننتقد يعني مواقف محرجه مش عارفه مفيش حاجه يعني كده احكي يعني هو ده موقف محرج اصلا لا في مش يعني مفيش موقف هو ده الاحراج اللي مستعصبين محرج او لكن ما كان بيحرجني قوي في الصف يعني كان بيقول كلام بيحرجني مع من كان بيحاول يعني كان انا كنت صغيره يعني كان عندي 9 سنين 10 سنين يعني لو كان لو بيبص عليا سيب الشجره في حالها بحيي طيب طبعا بصراحه يعني لو حاجه صراحه والله ايه الطبع اللي فيكي ما بتحبوش واستخدمتيه في يوم ضد حد مثلا وانت اتضايقتي ان انت عملتيه يعني مثلا وليكن مثلا انت طبعك بتكذبي فكذبتي على حد واتضايقتي بعد ما كذبتي فاهم قصدي فايه الطبع اللي فيك عايزه تغيريه وامتى حصل منك الطبع ده ضد حد واتضايقتي قوي ان انت عملتي كده طبعا انا عايزه اغيره مش 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 هو مش طبع يعني انا ممكن حنينة على على شخص يعني على يا روحي طبع وحش مش طبع حلو حنينة حاجة حلوة يا قلبي لا بس في حنينة زيادة عن في حنان زيادة عن اللزوم يعني ما ينفعش يكون مع اشخاص معينة في حياتي حاجة وحشة حاجة هو يعني حاجة وحشة يعني عصبية طريقة كذا تكذبي حاجة كده حاجة انت شايفها مش حلوة عصب ممكن اوقات بكون بتعصب بقول حاجات ما ينفعش تتقال او الشخص ما بيحبهاش وانا عارفة انه الشخص ما بيحبهاش بقولها له غصب يعني كده عشان هو يتعصب عشان انا عارفة انه الحاجة دي هتستفزه يعني ده طبعا فيك وبعدين برجع بقول لا ما ينفعش ما كانش لازم مستفزة يعني ولا عصبية كده ممكن مستفزة اوقات لما بكون بجد عايزة استفز الواحد خلاص يعني يعني خلاص طلعني من نفسي يعني فاهم ممكن تستفزي عشان هو ضايقك ولا ممكن تستفزي لمجرد ممكن تستفزي الانسان عشان ضايقني لا وممكن تستفزي كده لا مش لا مجرد انك عايزه تستفزي او تشوفي رد فعله مثلا مستحيل لو ضايقني اللي ضايقك في حاجات شخصيه بتاعتي ممكن استفزه بس ما بتحصلش كتير ماشي انوش شنو هو الشيء اللي يديروا بنادم وتكرهه من بعد اللي قادر يديروا بنادم وتكرهه اكثر حاجه ما كنحملهاش في بنادم هو ان يكون كيحاول كيبين لي كيبغيني هو ما كيبغينيش واو وانا شخص كنعرف شكون كيبغيني وشكون ما كيبغينيش زعما صراحه هذه هي الحاجه اللي ما كنحملهاش واحد بينافق مع اننا عارفه الشخص اصلا في قلبه يعني شنو كاين في قلبه ولكن كيحاول يبين لي العكس كيبين لي فريمون رخيص يعني أكثر شيء تكرهيه هو النفاق حيت لا حيت ما كنحملش هادي ما كنحملهاش وحشة قوي أطبع وحشة أوكي نسيم يعني تكرهت تصير تكرهيه تكره ما كنحملوش بتدخل كنعملو عادي ولكن ما كنحملوش إلا جينا فتحنا الموضوع زعما حدا ممكن سؤال تاني طبعا لو في شخص مثلا منافق كنت عارفة أنه منافق وعارفة اللي في قلبه مش هقوله ممكن تتعاملي معاه بشكل طبيعي هتعامل معاه بشكل طبيعي شكرا
لسبب من الاسباب بعطي قيمته بتسايسه يعني لانه مش ممكن اروح اقول له طب انت ليه بتنفق او ليه مثلا ما بتحبنيش فاهمه مش في عنده اسباب شخصيه بقى محتفظ بيها اهو هنا نشرب اذا بعد الاكاديمي اجاك شخص يعني يعني غني وقادر يعني يحقق لك اي شيء مقابل انك بس تتخلي عن مسيرتك الفنيه يعني لا لا مش الفلوس في حياتي مش كل شيء بس شوبينج كل يوم غني عربية كل 3 اشهر جديدة اخر موديل انا شخص الحمد لله زعما في كل بلد بيت في كل بلد ثانية بس الحمد لله انا شخص انا شخص لا لا انا شخص تربيت الحمد لله شبعت من كل شيء بابا ما خلانيش زعما نحتاج الوحدة لهاد الدرجة لانني نتخلى على مثلا حاجة تعبت عليها على ود الفلوس انا شخصيا ما محتاجش انا جيت هنا ماشي على ود الفلوس او لا على ود باغا نكون بالعكس جيت هنا لانه كنبغي نغني كنت شعر بالراحة فاش كتغني سيتو ماشي فلوس ولا سيريوزما ماشي والله ما كيعني لي حتى شي حاجة حيت انا اللي كنت حنيت عليها في امي بابا كيعطيها ليا يعني اي حاجة بكون عايزاها بابا بيعطي مش محتاجة ولا همني فلوس والله العظيم ميرسي نسيم ما عنديش اسئله بصراحه يا عارف عنه كل حاجه بصراحه معاكي حاجه انت عارفها احنا ما نعرفهاش شوف السؤال اللي راح يساله هلا قص جد بتحب ال بتحب فيا حنان حلو السؤال بتضحكني كثير مهضوم لا لا شوف أقول واحد الكلمة فيها كل شيء بحال لا صراحة أنا كنت نقول كلمة لهذه الدرجة ما كاينش بحال رافائيل ما كاينش أوكي مثل طيبة قلب رافائيل مش موجود بالدنيا كلها بالعالم يكون تعرف حاجة بحبها فيك هو ده طيبة قلبك بس إيهاب يلا بس يعني خلص بابا تسأل بعض السؤال هتقرب غنضربك انزل خليني استرفق غنضربك مظلومه كثير بس اني قلوبها مش انت قولي شوي يلا قولي شوي هتقرب والله تعال غنضربك لا حتى قديالي وحقربت تعال غنضربك يلا اسال يا حبيبي يا بابا يا حبيبي عيب يا بابا كلنا عايزين نورد لك في وشنا دي بخيرة وفي وش الجمهور برا عنده بلد الكويت ايه هبسولة صح بسربي يلا يا بابا حبي يحتاج جمهوره اكيد بلد الكويت ومدى التونسية ونجاة التونسية حبي جايز بليز لسي وهودة وهودة التونسية والنسرين شنو هي الحاجة اللي ممكن تخسر بها الانسان يعني الحاجه اللي يدير عليك وتخسريه نهائيا ما تقدرش ترجعي لي ما بقاش نحملو ما بقاش تدعسو معاه فهمتوا السؤال فهمتوا شو هي الشغله بتخسرك الانسان اذا انت سهل عليك شو ما اقول يخسرك كيف مش على رافائيل احنا كنت ولا عام مثلا تخسري كليا يعني شو معقول يخسرني شخص قريب منك تخسري رافائيل الشيء اللي راح كعك عبد الله كل شيء اون جنرال كنت دوق لكل شيء بس هو سهل يا فهمتك ايه قريب عليك يعني عم بحكي يعني انت يعني تحنايه فهمتي تحنا مقصودين فهمتي فهمتيني يعني سؤال عام يعني اوكي ما يكونش علاقة التوقعات ديالي أو أنا كنت كنتوقعه هو كي مثلاً عزيزة عليه ويخيب ظني في شيء خلاص فهمت يعني مثل ما كنت أتوقع قبل بس هنا إيه أكتر إيه ده إيه اللي أنا بقوله ده استني سؤال كم إيه الحاجة اللي ممكن حبيبك يجيبها لك هدية وتبقي طايرة من الفرحة الخاتم خطوبة أو خاتم الجواز لا يعني ده اكيد هيبسطنا كلنا يعني كل البنات هتبسط الحاجه اللي ممكن تبسطني حاجه جابها لك مثلا كان نفسك فيها في دماغك في البدايه لا مفيش في البدايه سياره سياره فيراري لا لا لا
تانية باخره بتكلم بجد. ايه اكتر حاجه ممكن انا يعني انا اكتر حاجه بقولها دايما لماما، لو بقول بقولها دايما انا حلم، مش حلمي بس بحب ان عرسي او خطوبتي او اي حاجه تكون مش ما تكون مثل اي عرس عادي بالارض يعني. عندنا في عندنا في مصر كله بيعملوا في يخت، احنا نهزر؟ لا بس انا عايز حاجه اعمل ايه، مش 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 زي الناس يعني، مش نطلع المريخ انا عايز حاجه للبودكاستات. اوكي دي هديتك، دي هديتك ان هو يعمل لك فرحك او خطوبتك في يخت. لا هديتي هي خش تحت الارض، دي الحاجه اللي تطير اللي مش عارفة، ما عنديش حاجة معينة بصراحة. يا حبيبي اسكت يا حبيبي. هو مش هدية، هي ممكن مواقف من الشخص، بس مش ممكن يعمل لي حاجة تفاجئ عشان عامل لي مفاجأة يعني. مش هدية، لا انا عايزة هدية يعني. هدية. في حاجات تتحس وما تتقلش بالضبط، في حاجات تتحس كادو يعني. لا ما مفيش سيارة عادي يعني. لا لا ماليش في الكلام ده انا صراحة يعني. مش مادي مروان حالان. هلا سؤال بلا مزح يعني عن جد انا لا كل لا السؤال هو حيعتبره مزح بس هو مش مزح. اوكي اذا هي اوضتك فوق على الدرج فوق، اذا عن جد اذا ما في ولا مرايه ابدا هون شو ممكن تعملي يعني؟ شو معقول حتى التي في يعني تخيل ما في اي شيء تشوفي حالك عليه؟ هو لا بعرف ما بعرف. لا هي مش شيء غلط يعني، هو شيء انت بتعتبره انك تروح توقف على مرايه تشوفي انه مثلا هو اصلا هي جزء من حياتك. اوكي اذا ما في مرايه ابدا هون، تطلع كل يوم مثلا او كل مثلا خمس دقائق لفوق تشوفي حالك ترجع تنزلي؟ ايه بطلع عن جد؟ ايه مبسوطه بحالي؟ طب عم اقول احسن ما كذب. طب فكي المرايه اللي فوق حطيها هون يعني الرياضه منها لا بس ايه بطلع يعني. لا كذب، لاقول لا 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 بطلع كل 10 دقائق او خمس دقائق. بس حنان شو الفكره؟ بس شغله، بس شو الفكره من المرايه؟ الفكره من المرايه انه بحب كثير حالي، فبحب اشوف حالي كل دقيقه بتطلع، بحب حالي، بحب وجهي. لا في خبرية مثلا، انت اليوم الصبح بتروحي على المرايه اوكي بتشوفي حالك كيف مثلا؟ حنان بس ثانية بتشوفي حالك تتاكدي اذا حلو، تتاكدي وبتنزلي. لا ايه شو بعد في اشياء زياده بدك تتاكدي منها بتشوفي يعني؟ واحد بيوقف على المرايه يتاكد انه اذا صفا ايه فهمت. مش لا لما اطلع على المرايه مش لانه اتاكد، انا شخص برتاح بس شوف وحياة الله برتاح بس شوف حالي، بس شوف وجهي برتاح، انا شخص هيك. واو تاتيانا ها؟ لا عم بحكي سي فيو وجهك يعني؟ لا بس عن جد عم بحكي والله، انا شخص انا برتاح بس طلع والله بوجهي بريح لي. بخاف انا بخاف تتضايق نفسيتي وحياة امي بتتضايق نفسيتي، بوعى الصبح انا بدرج على المرايه بطلع بحالي مالي بلعن الساعه اللي وعيت فيها. اسالي انيس. أنيس بيقوم الصبح يطلع بيعمل هيك، أنيس بيعمل هيك، بيقع من النوم هيك جري بيجري بيعمل شعره بعدين بيرجع يحفظ بيه. طب ممكن في أسئلة تانية أنا حابة جاوبت؟ حبيت قوي بحبك. يلا 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 لو في انترفيوز بعد ما اطلع بليز كتروا الاسئله، بحب الاسئله قوي. حبيتوا الفكره، حبيتوا لما تقوموا